Kıbrıs'ı. المتبري متاع الليلة اسمعني هو لا محالة. الأغنية هذه أغنية حلوة برشا ما فيها اسمعني هي تسيح كل مسلمين مسيح. أما استنى هو المزود حلو برشا أما الأغنية هذه معناتها شوية زمم هكا ولا ليه معناتها ولا شوية زمم بيعي هو شوية زمم. وفي إطار الزمم الحلقة اللي تعديت كانت زمم معناتها زمم للأسف الشديد الجزارة ممثلة ولاية قابس روحت بخمسين جرام كاكاوية. ليه ديجا قسمتهم على 25 هما كانوا 100 رديتهم انا ديجا قسمتهم. اما والله معناتها انتم تقولوا ما تحسش وما عندهاش احساس وكذا وكذا اما هي جوست راهي طفله حشامه وصفقوا لنا عليها وربي معها. هو المثل كان اللي خرجت به اللوم بعد القضاء بدعة أما ما يمنعش اللي كانوا قدامها 75 مليون وبدلتهم في آخر دقيقة وفي الأخر مروحت كما قلت لكم بشتر 100 جرام كاكاوية. سيناريو كارثي بقدرة ربي ما يتعاودش الليلة. مع شكون باش نلعبوا السؤال؟ يسرى المحنوش شغنات مؤخرا خديجة عايشة وإلا بيا؟ تفضلوا جاوبوا. الإجابة الصحيحة نسمعها. شكون باش نلعبوا الليلة؟ اسمعي سيداتي يا نساتي سادتي مباشرة بعد النساء العبوا معنا انتوما زادة عن طريق الاس ام اس. ابعثوا لنا صندوق على الرقم 85 8 45 85 8 45 وقد ما تبعثوا أكثر SMS قد ما تكون حظوظكم أوفر في الربح.